مين فيكم اللي طبخ النهارده؟ انا. تسلم ايدك. امال مين اللي كانت طبخه امبارح؟ هناء. اكلها ماسخ هناء. اصلها بتقلد وصفات التلفزيون. صفاء اختي قالت لك؟ قالت لي على ايه؟ ما انت عارفه صفاء. صفاء حاف كده؟ قصدي الانسه صفاء. بتيجي المحل كله مع البيع والشراء. اشترينا ايه؟ بعنا ايه؟ لينا ايه؟ علينا ايه؟ انت خلاص ما بقيتش اوجي. يعني ايه؟ ابسط يا سيدي. عملناك شريك بالمجهود. ليك الربع وكل واحده فينا ليها الربع. زيك زينا يعني. هيولد اصول. بس على فكره الواد له قد البت مرتين. طب انا اللي جواك تاخد ربعين ليه؟ كنت ابن ابونا وامنا؟ هو ده بتاعت الاحسان؟ يا نسوى فوق والله العظيم بهزر معاكي، هزار. انا قلت اتبسط معاكي. وبعدين انا اللي عايز لا ربع ولا تمن. كل اللي انا عايزه ان ابقى في وسطكوا بس. ولو عايز يبقى لك ربعين مقدور عليها. دورها في دماغك وانت تاكل. بس انا مخي على قده لا مؤاخذة. يعني لو عايز يبقى لك نصيب فوق نصيب. ويا عالم هيكون نصيب اني واحدة. فهمت؟ بس يعني انت توافق عليا ولا؟ ولا ده ملعوب مني؟ يخرب بيت اهلك اذا كان ليك اهل. يا ودنا انا راضيه بيك من سنتين فاتوا. اوعى تنكر اللي بينا يا سعيد والمخزن يشهد. انا ما كنتش اقدر اقول لا. ولا انت ما كنتش بتتبسط؟ بصراحه انا كنت بتبسط عشان انت مبسوطه. اه يا دلالة زي القطط تاكل وتنكر. اسمع منك جوابك النهائي. اسمع مني في المغزى. مش المزيد. انا اللي اقول اه وانا اللي اقول لا. سعيد ما تخلينيش احطك في دماغي.